بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على برامج البيم. البيم مش برنامج، مفيش برنامج اسمه بيم، هو في برامج بتحقق فلسفة البيم. يعني لو انا جبت برنامج مشهور في البيم زي الريفت واستخدمته استخدام خاطئ، بقيت ارسم اي حاجة وخلاص. يعني مثلا عايز ارسم حيطة، بس الحيطة واخدة ميل فمش عارف ارسمها، فبدأت ارسم اي حاجة وخلاص. جيت ارسم مكنه، المكنه مش لاقيها، فرحت جايب رسمت ضغط وخلاص وقلت ان دي مكنه. شفت انا مشروع قبل كده، استلمت مشروع ببص لقيته رسم ضغط كبير ومسميه مكنه، يبقى كده خلاص هو كده عمل المكنه. لا، بينما انت لو جبت الاوتوكاد، وحطيت فيه بعض الادوات هيتحول لبيم. يعني انا لو جبت الاوتوكاد مثلا وسطبت شويه ادوات كده اللي هي الادنس، بيبقى عندي اوتوكاد اركتكشر واوتوكاد ستراكشر واوتوكاد ام اي بي، دول بيبقوا جاهزين. كل الفكره ان فيهم بعض الادوات الزياده اللي تخليهم يشتغلوا بيم. السكتش اب، في بعض الادوات بتضيفها على سكتش اب بيتحولوا لبيم. في الفريكاد، في بعض الاداه بتسطبها جنبيه بيبقى تحول لبيم، ضفنا ليه الخصائص بتاعت البيم. فالبيم مش شرط ان البرنامج مشهور ان هو بيم، انت حسب انت بتستخدمه صح ولا غلط. انت الفكرة كلها، لو أنا دلوقتي جيت أخد سيكشن في أي مكان وغيرت في البلان، هتغير في السيكشن ولا لأ؟ تمام. لو أنا عايز في أي لحظة أعمل حصر مظبوط، هيجيب حصر مظبوط ولا لأ؟ لو مجبش حصر مظبوط يبقى أنت مدخل بيانات غلط، بمعنى إن أنت مثلا ضربت شغل، كتبت أي أرقام غلط وخلاص. جيت مثلا ترسم حيطة، رحت الأعمدة مثلا، رحت ترسم حيطة واديتها سمك وقلت إن دي عمود وخلاص. فلو انا بدخل معلومات صح هيجيب لي معلومات صح، تمام. فلازم اكون انا بستخدم البرنامج صح، تمام. في برامج كتيره موجوده في السوق، عشان نذكرها دي محتاجين كتاب كبير نقعد نقول بقى عندنا الاركيكاد، عندنا تيكلا، عندنا الريفيت، عندنا دي، كل دول بيرسموا حاجات 3 دي. ندخل بقى في الفور دي، تلاقي عندك مثلا النفس وركس، عندك سينكرو، عندك الفيكو، عندك الديجيتال بروجكت مانجر، البروجكت وايز، البنت ريكونستراكشن. كل حاجة ليها برامج كتيرة حسب ما انت عايز، تمام. يعني اللي انت عايزه، عايز مثلا 5D، عندك مثلا النفس وركس بيعمل 5D، عندك كوانتيكوف، عندك كوست اكس، عندك الفيكو، عندك يعني في برامج كتيرة، السستينابيلتي انالايز، عندك الاي اس سوليوشن، عندك الديسك جرين بيلدينج، كان في الفزاري بس وقف، ايكو سيم برضو شغال، جرافي سوفت موجود في قلب الاركيكات، بتلاقي ايكو ديزاينر، تمام. فلازم انت تبقى عارف على الاقل واحد فيهم، يعني بتشوف انت تقدر تعمل مقارنه كده، تعمل تدور على النت. مش هقول لك تتعلم كل برامج تبقى بروفيشنال وبعد كده اختار واحد، لا، متدور على النت. يعني على سبيل المثال في المجله بيم ارابيا كان عندنا مشكلة إن إحنا شغالين بالفوتوشوب، فكنا عايزين نشتغل ببرنامج متخصص في عمل مجلات، فعملت سيرش على النت فلقيت كذا اختيار، في مايكروسوفت عاملة واحد وأدوب عاملة واحد، فما قعدتش كتير في الاتنين، قعدت ده جربت شوية وده جربت شوية، ودورت على النت على الفرق بينهم، فلقيت بالإجماع أدوب انديزاين هو الأفضل. اتصلت بحد خبير في الموضوع دوت، قال لي ادوب انديزاين هو الافضل اشتغل عليه، فلقيت خلاص هو ادوب انديزاين، فقررت ان اشتغل عليه ولقيته انسب لحالتي. ممكن في برنامج يناسب حالة شخصية لحد تاني. يعني في شركة من الشركات كان الناس كلها متقنة للاوتوكاد وعايزة تحول للبيم وعندها مشروع مستعجلين عليه، فكان الافضل ان هم يتجهوا للاوتوكاد اركتكشر يشتغلوا عليه على اساس ان هم ما يحسوش بان الا رهيبة، والمرحلة اللي بعد كده يخشوا بقى في البرنامج اللي هنشوفه الأنسب ليهم، هل هو الريفت أو الأركيكاد أو أي برنامج. يعني احنا ما بنعملش على شركة، احنا بنقول بس الأسامي لأن هي دي اللي مشهورة في السوق إن شاء الله، تمام. طيب، لازم واحنا متفق مع بعض كده كتيم هنشتغل ببرنامج ايه، تمام. لازم عارفين ايه البرنامج اللي هنشتغل بيه، ايه الفورمات اللي هنصدر بيه، ايه الفورمات اللي هنتبادل مع بعض بيه. يعني اقدر احنا شغالين، انا بطلع من الريفت ار في تي، والاركيكات بيطلع بامتداد مختلف، والتكلا مطلع بامتداد مختلف، فهنتبادل المعلومات ازاي؟ فلازم نكون متفقين، اخوانا احنا هنبدل بامتداد كذا،
الامتداد المعتمد هو كذا، هل البرنامج بتاعي لو بيقدر يصدر البرنامج بتاعك ولا لا؟ لو ما بيقدرش يصدر يبقى خلاص ندور على الحل، لا اما نغير برنامج من البرامج، لا اما ندور على حاجه بديله، لا اما نشوف امتداد وسيط. هو في بعض الامتدادات الوسيطه اللي تقريبا كل برامج البيم شغاله بيها زي الاي اف سي على سبيل المثال، مش هو ده الوحيد بس هو ده على سبيل المثال، لان هو اوبن سورس وشركه محدده، فاغلب البرامج صدر ليها وتلاقي البلاجن بتاعه موجود في كل البرامج اللي انت عايزها. تمام، فانت تبقى عامل مثلا زي جدول اكسل كده، ايه كل قسم مثلا مسؤول عن اني حاجه، مثلا المعماري هيطلع لي مثلا هشتغل بأني برنامج وبأني فيرجن وبأني فورمات، وهل مطلوب منه في الاخر يديني ايه، هل هيديني دي دبليو جي ولا هيديني الامتداد بتاع البيم، ولا هيديني دي جي ان، ولا هيديني دي دبليو اف، ولا هيديني ميد اف، ولا اي اف سي، ولا امتداد اخرى نبقى متفقين على اساس ان احنا ما يحصلش اي مشاكل خالص. تمام، في كل امتداد ليه مزايا وليه عيوب، فنبدا نشوف المزايا والعيوب وهل هتعمل مشاكل معانا ولا لا، هل هنشتغل بالاي اف سي ولا الاي اف سي اكس ام ال ولا الاي اف سي زيب، بنبدا نتفق على اساس ان احنا ما نجيش في الاخر في نص المشروع كده نلاقي ان احنا مثلا كل واحد فينا رسم موديل ومش قادرين نصدر للاي اف سي اندستري فاونديشن كلاس. فبنبدا من الاول متفقين وعارفين هل هيبقى ايه البرامج اللي هشتغل بيها، ايه اللي انت هشتغل بيها، هل في توافق بينها ولا لا، هل في امكانيه ولا في مشاكل هتحصل. دي فكره البرامج بتاعه البيم. ما فيش حاجه اسمها البيم برنامج، البيم مش برنامج، البيم فلسفه. في برامج بتحققها ان هو يديني لو في اي وقت قلت له حل الكلاشات يحلها لي، لو قلت له هات لي الحصري يجيبه لي، لو عدلت في اي فيو يتعدل في كله، لان هو ما بيعتمدش على الفيو وبيعتمد على موديل كامل، ولقاء اخر ان شاء الله.